ارتبطت أسماء جزائرية بإنجازات غير عادية بالمرة بين الفتوحات العلمية والشهرة وتحقيق الأرقام القياسية والمراتب المتقدمة في مختلف التصنيفات. مرحبا بكم متابعينا في قناة كاليفورنيوم. في هذا الفيديو سنعرض عليكم أبرز وأهم 10 إنجازات عالمية صنعها الجزائريون غيرت وجه العالم، وهذه ليست سوى عدد قليل من الاختراعات والابتكارات العديدة المهمة التي خرجت من الجزائر، وهي بمثابة شهادة على تاريخ البلاد الغني في التقدم العلمي والتكنولوجي. ولكن قبل بداية الفيديو اضغط على زر الإعجاب، فنحاول إيصال الفيديو لعشرة آلاف إعجاب. وبدون إطالة متابعينا، دعونا نبدأ الفيديو. الجزائر في مركبة إلى المريخ، ويتعلق الأمر بالعالم نور الدين مليكشي الذي يشمله طاقم المركبة الفضائية التي أطلقتها وكالة ناسا الفضائية باتجاه كوكب المريخ. العالم الجزائري سجل أربعة براءة اختراع أجهزة وألياف بصرية متطورة تستخدم في عدة مجالات، في الطب مرارا بالهندسة المدنية وصولا إلى علم المحيطات، نال عليها عدة جوائز عالمية. لمع اسم العالم الجزائري نور الدين مليكشي عاليا بين علماء الفضاء، حيث تم منحه العديد من الجوائز، منها جائزة سمارت وهي لتعزيز منطقة وسط المحيط الأطلسي من أجل الغد، وخلال عام 2006 جائزة كاب تول هيل، جائزة ناسا للبحوث، وجائزة البحوث من المعاهد الوطنية للصحة، وجائزة البحوث من وزارة الدفاع العامة للمبادرة الصغيرة. عالم واحد و500 براءة اختراع. بلقاسم حبة عالم وباحث جزائري من المواليد المغير في ولاية ويتسوف سنة 1957، درس الثانوية في توغورت وحصل على الشهادة الجامعية في الفيزياء من جامعة هواري بومدين في الجزائر العاصمة، وعمل في صوفة في عدة شركات تكنولوجية رقمية وبالتحديد في شركة IBM التي وظفته في مركز بحوثها وجوجل وغيرها. يسجل بلقاسم حبة حضوره في قائمة الباحثين المئة الأكثر اختراعا، حيث يمتلك في رصيده 1500 براءة اختراع في مجال الحوسبة والإنترنت في أمريكا واليابان ودول أخرى. وساهمت اختراعات الباحث في تطوير وظائف الرقائق الإلكترونية الموجهة لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من أجهزة التكنولوجية الدقيقة، وكان أحد أهم المساهمين في إطلاق لعبة بلاي ستيشن في شركة سوني في نسختها الثانية والثالثة، إضافة إلى عمله مع شركة تقنية كبرى في قلب كاليفورنيا، حيث يقوم بأبحاث واختراعات في مجال الليزر. أسرع روبوت في العالم. البروفيسور كمال يوسف تومي عالم وحافظ لكتاب الله القرآن الكريم، وهو عالم جزائري دكتور بقسم الهندسة الميكانيكية في معهد ماستوس للتكنولوجيا من أشهر علماء العرب والعالم. وكان من أبرز إنجازاته في فترة التسعينات هو اختراعه الأسرع روبوت في العالم بإمكانه كتابة 1300 سطر في ثانية واحدة ما كان موجودا ساعتها. وكذلك عمل جهاز ماسح ضوئي سكانر للشركة العالمية سامسونج، وهو ما أكسبه تميزا مبكرا في مجال الهندسة الميكانيكية والتحكم ليصبح واحدا من أبرز المختصين في علم الروبوتيك والميكاترونيكس والمحاكاة والتصميم الديناميكي في العالم. إدارة معهد الصحة الوطنية الأمريكية. إلياس زرهوني المولود في باندروما في الجزائر، وهو مدير المعاهد الصحية الوطنية الأمريكية على مرجع طبي في الولايات المتحدة، وهو عبارة عن الوكالة للبحوث الطبية ترعى 27 معهدا ومركز بحث، وتشغل 27 ألف باحث وموظفا بينهم 17 ألف متفرغ، وتقدر موازنتها السنوية بأكثر من 27 مليار دولار. وتخصص أمريكا 3% من موازنتها للبحث العلمي و 80% منها تحت تصرف زرهوني. أحذية تشخيصية للهجن. يشغل محمد دومير منصب مدير شركة فيتوس للابتكار البيطري في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، ويعتبر ابتكار محمد الذي يحمل اسم أحذية تشخيصية للهجن عبارة عن جهاز مخصص لتشخيص حالة العرج لدى حيوانات السباق وبصفة خاصة الهجن، وكذلك باستخدام أجهزة استشعار متخصصة. ويعتمد هذا الجهاز على تقنية اتصالات نسيجية لإرسال البيانات على جهاز الكمبيوتر وتحليلها، ويقوم الابتكار بدمج أجهزة قياس التسارع وأجهزة استشعار الضغط وأجهزة إرسال الاتصالات اللاسلكية ضمن أربع قطع مختلفة على شكل أحذية يمكن تثبيتها في القوائم الأربعة للهجن أثناء مرحلة الاختبار التشخيصي. سبق في تكنولوجيا الأحذية. المهندس الجزائري كريم أمنية حقق فتحا في تكنولوجيا الأحذية بعدما صار أول من صمم نظاما يسمح بتمرير الهواء داخل الحذاء، كما طور حذاء ذكيا مرتبطا بالحاسوب مزودا ببطاقة ذكية، وهو صحي جدا لألم الظهر واكتشاف نسبة الخلل في المشي،
واقترح حلول لطرق السير صحيحة مع سلسلة تنبيهات تصل عبر التطبيق. كما كان هو من اخترع الحذاء الأخف في العالم في التسعينات. صورا لاكتشاف الأمراض المزمنة، تمكنت المخترعة الجزائرية ملكة عباد الحاصلة على لقب أفضل مخترعة جزائرية عام 2014 من اختراع صور خاص بالأمراض المزمنة، حيث يساعد الأطباء على تشخيص الداء في زمن قياسي لا يتعدى بضع دقائق. وحسب ما صرحت به ملكة لموقع الجزيرة نت، فإن هذا الصور هو عبارة عن ساعة يد مصنوعة من مادة البلاستيك تضع على معصم الشخص، وبواسطته يحدد نوع المرض دون الحاجة إلى إجراء تحاليل طبية، وذلك حسب الألوان التي تظهر عبر شاشة الساعة اليدوية. وفي هذا الإطار أوضحت هذه المخترعة الجزائرية أن ظهور اللون الأخضر فاتحا وفاقعا عبر شاشة الساعة اليدوية يعني أن المريض مصاب بداء السكري، في حين إذا ظهرت الأزرق الغامق والفاتح كذلك يعني أن المريض يعاني من الضغط الدموي، ونفس الشيء بالنسبة للألوان الأخرى والتي تحدد أمراض مزمنة أخرى مثل الزهايمر والربو وغيرها. نظرية علمية جزائرية. العالم الجزائري عبد النور عباس وصاحب نظرية إنشاء أجسام مضادة اصطناعية التي تستطيع اكتشاف الأمراض بجسم الإنسان عبر تقنية بسيطة يمكن استخدامها في المنزل، ابتكار جعله من بين العشر الأوائل في مسابقة معهد ماستوشت العالمي للتقنية في النسخة الفرنسية. قرصان مبتسم. ودون الخوض في الحديث عن الجانب القانوني والأخلاقي لعمله، يعتبر حمزة بن دلاج أحد أشهر القناصرة الإلكترونيين في تاريخ الجزائر، واشتهر باختراع مواقع حسابات مصرفية في أزيد من 200 بنك حول العالم، مما تسبب في خسارة مالية للكثير من الشركات، كما اخترق الكثير من المواقع الفرنسية والإسرائيلية قبل أن يتم إلقاء القبض عليه عام 2013. واشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بابتساماته العريضة أثناء القبض عليه وانتشار إشاعة إعدامه قبل نفي الخبر فيما بعد. أكثر كاتبة عربية مبيعا. وصنفت مجلة فوربس الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي كأنجح كاتبة عربية سنة 2006 بعدما حققت رقم مبيعات بلغ 2,300,000 نسخة من كتبها، في وقت صنفتها مجلة عربيان بيزنس ضمن قائمة 100 الشخصية الأكثر تأثيرا عربيا لثلاث سنوات متتابعة. We'll be right back.